سامعي، أنا عندي مشكلة بياوت كيو شاشة سوداء. الحل بسيط، ابتل على زر الهوم يطلع لك تي في أو التطبيقات الثانية مشغلة. سكر كل التطبيقات الثانية وخل بياوت كيو بس. اضغط الزر اللي تحت هذا، اوكي راح. يبغى بس بياوت كيو، اضغط عليه ان شاء الله يشتغل معكم. هنشوف الحين. السلام عليكم.